ايوه يعني انت برضك وديت كل الاثارات ده فين؟ ما هو فين دي بقى مش بتاعتك يا نوجه، انما اللي جاي منها بتاعك انت وانا والحراق الصغير. طب لحقت تجيب المطرح ده امتى؟ وجبت منين مكان تشيل في الحاجة؟ يا بنت نوجه اتجننت في دماغك ولا ايه وانا تلميذ؟ ده انا من ساعه ما عيني وقعت على البضاعه وانا بفكر وبخطط ازاي وامتى هتبقى بتاعتي. حراق. نعم. حراق انت مخون نوجه، مخون مراتك يا حراق. انت مخون مراتك يا حراق. ايه يا بنت انت مجنونه؟ وانا لو مخونك كنت جبتك هنا. يا بنت حد فينا كان يحلم يدوس في مطرح زي ده؟ وهو المطرح اللي زي ده اخويا كان بتاعنا، ما لو بتاعها هنبسط. عارف انت لو ما عامل لي بصحيح كنت خدتني معاك شفت الاثارات ومليت عيني فيها كده اهو. يا لهوي على الزقططه يا لطفي اللي كنت هزقططها لما اشوفها. اصل انا ما احبش في حياتي قد الفراعين من زمان وانا صغيره، حتى ابويا كان يقول لي يا بنت انت شبه حتشبشوت. لا لو على كده بقى يا بنت نوجه هاخدك واوديك المتحف اللي في التحرير. يا بنت يا بنت فهمي بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه. وانا مش عرفنا هتعمل ايه؟ واحد بيقول لي معاها اثارات تمنها هيشتري نص البلد وما هوش عارف يصرفها، اقول له انا هيعمل ايه؟ ما اعرفش. نصيبي يا رب ابقى مقرشه مع وقف التنفيذ حاجه. بس عندي اللي يصرف الحاجه دي بس محبوس، هروح اهبط عليه في السجن. ماشي. مع اني ما بحبش السجن ولا بحب ايامه ولا شكله ولا ريحته ولا اي حاجه فيه. معلش يا اخويا معلش. بس عارفه هناك في السجن بيعشقوا لطفي الحراق عشق.